حضر الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الحفل الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة حصول عدد من إداراتها ومكاتبها على شهادة الآيزو في الجودة وأمن المعلومات. وقال الزياني إن التميز في الأداء هدفه الارتقاء بالمستوى المشرف الذي نسعى إليه جميعا خدمة لمسيرة التعاون الخليجي وأهدافها السامية، معربا عن أمله في أن يكون هذا الإنجاز حافزا لبقية الإدارات لتعزيز جهودها لتحقيق الجودة والتميز. كما أعرب الأمين العام عن بالغ الاعتزاز بما أنجزته الأمانة العامة وما تم تطبيقه من تطوير إداري وتقني، مؤكدا أن الأمانة العامة ماضية نحو تطوير منظومتها الإدارية والارتقاء بمستوى العمل والأداء.